الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما دائمين متلازمين على حبيبنا المصطفى صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. حبيبي، هل تذوقت حلاوة الإيمان بالقدر كله خيره وشره؟ اعلم أنك لن تتذوق طعم الإيمان إلا إذا استسلمت لقدر الله كله خيره وشره. ليس معنى ذلك أن تتكاسل وأن تتواكل وأنت تقول أنا متوكل على الله دون أن تأخذ بأسباب العز وأسباب الإبداع وأسباب التمكين وأسباب النجاح. فالتوكل على الله هو صدق اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب. قال حبيبنا المصطفى صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصاً، أي وبطونها فارغة، وتروح بطاناً، أي ترجع في المساء في وقت الروحة، وقد رزقها من يرزق الكفار. أفيرزق ربك الكفار وينسى أن يرزق من وحد العزيز الغفار؟ حقق الإيمان بالقدر كله خيره وشره.